ارتياح واسع في الشارع اليمني لمواقف المملكة وتعاطيها الإيجابي مع انتفاضة الشعب اليمني ضد ميليشيا الحوثي الكهنوتية، وذاك ليس غريب عنها، فهي التي سارعت بإعلان عاصفة الحزم لإنقاذ الشعب اليمني عقب انقلاب الميليشيات على الشرعية اليمنية واجتياحها العاصمة صنعاء ووصولها إلى العاصمة المؤقتة عدن، كما أنها كانت أسرع لمناصرة وتأييد الانتفاضة الشعبية التي تشهدها العاصمة صنعاء ضد الحوثيين. هذا ما يعبر عنه الشارع اليمني. موقف المملكة العربية السعودية تجاه اليمن والشعب اليمني موقف لا ينكره إلا جاحد. خلال يعني على مدى التاريخ وبالأخص في انطلاق عاصفة الحزم والتي أتت لتنقذ الشعب اليمني من الميليشيا الطائفية الحوثية التابعة لإيران، أخيرا كانت لها الموقف المساند والداعم للانتفاضة الشعبية الحاصلة في صنعاء. هذا الانتفاضة الذي قام بها الشعب اليمني أجمع الذي عانى كثيرا من ويلات الحوثي. تقييمي موقف إيجابي من اتجاه المملكة العربية السعودية، لن ننسى موقفهم، فهم يوقفون معنا دائما، وقفون ضد الحوثيين، ضد الرافضين، وأمس وقفوا مع الانتفاضة الشعبية في صنعاء. موقف المملكة العربية السعودية موقف مساند للشعب اليمني في محنته الحالية منذ إعلان الانقلاب، والمواقف السابقة أيضا تشهد على هذا. تتسارع أحداث الانتفاضة الشعبية في العاصمة صنعاء بعد وصول قوات الشرعية إلى مقربة من مديرية بني حشيش ونقيل بن غيلان الاستراتيجي على أطرافها، وتشتد المواجهات مع الحوثيين في أكثر من منطقة في وسط العاصمة صنعاء. بصمات الشرعية والتحالف العربي واضحة في مساندة المنتفضين ضد الحوثيين. سيكتب التاريخ للمملكة العربية السعودية باعتبارها قائدة التحالف العربي بأنها استطاعت أن تنقذ اليمن من الدخول في أن تكون العاصمة الرابعة صنعاء، وأن يكون دولة اليمن امتداد لفارس. ولذلك نقول أن التاريخ سيسجل للمملكة العربية السعودية والملك سلمان بأنه أعاد للتاريخ العربي اعتباره، وبأنه ربما نقول بأن هناك تاريخ عربي خالص كتبه اليمنيين بالتعاون مع المملكة العربية السعودية. مواقف سيسجلها التاريخ للمملكة وللملك سلمان، ولن تنساها ذاكرة اليمنيين جيل بعد جيل. محمد الحذيفي، الإخبارية، تعز.